السلام عليكم زوينين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. انا عارفه باللي كلكم كتسناو الفيديو اللي غادي ينزل، غادي يكون فيه يا اما الخبيز اللي وعدتكم به اولا غادي يكون فيه الكاطو. بصح راه كان نورمالمون هذا هو البروغرام. تدخلت الكوزينه وبديت كنحط كنقاد في لي زانغريديون وفلقيت عندي بزاف الحوايج ناقصين، كنت غنصوب الكاطو هو اللي كنت غنبدا به. لقيت عندي جيلاتين ناقص ما كافينيش، لقيت الشوكولا ما كايناش لان شحال هذه ما صوبت كاطو، بحكم راكم عارفيني انا دابا هاد الايام جري 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 سكيفي، ما بقيتش عارفه شنو اللي عندي في الكوزينه زايد وشنو اللي ناقص. هذه الحاجه الاولى. وحتى بالنسبه للتصوير البنات راه ما كنجيش انا كل نهار كنقول غنصور، ما عنديش الوقت انا للتصوير بصفه نهائيه. فملي كنبغي نصور لكم شي غوسيت فراه كندير لها بروغرام على تيسع وتنقول هذاك النهار غادي نصور يا اما في الصباح يا اما في العشيه. بما انني كان عندي بروغرام باش غنصور في الصباح وما لقيتش لي زانغريديون ديال الكاطو واجدين عندي، اشنو درت؟ قلبت هزفه مدفونه وتغدينا بها الله يخلف. مهم، ولكن اللي نبغي نوعدكم به هو في الويكند الجاي ان شاء الله غادي يكون الكاطو ضروري، لانه غادي نمشي هاد اليومين نمشي عند الشيف عبد الكريم باش نتقدى داكشي اللي خاصني، وان شاء الله غادي ننزل لكم الفيديو في الويكند باذن الله. نبغي نقول للبنات اللي ردوا معايا البال من خلال الفيديو اللي فات اللي حطيت لكم وقالوا لي هدى كتباني عيانه تكيسي على راسك وغيب شويه، شكرا لكم، شكرا على الاهتمام ديالكم بيا، شكرا لانكم كتردوا لي البال وخايفين عليا. بصح البنات راه ما كذبتوش، هذاك الشيء اللي كاين راني عيانه 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 بزاف، يوميا كنفيق بالراس كنعس بالراس كنحس بلا فاتيك كنحس براسي فابل، مؤخرا ولا الشعر تاع راسي كيطيح كنحس بلا بو ديالي ماشي هي هذيك، كنحس براسي دابله. المهم جمعوا فيا كلشي لانه الراس عامر وتنحس راسي في واحد ستريس خطير كنعس به وكنوض به. ما عمرني ما عرفت راسي باللي ستريس كيقدر يؤدي المولاه لهذا الشيء اللي انا وصلت ليه. البنات انا اللي غنقول لكم تكيسوا على ريوسكم وغير بشويه عليكم وحاولوا ما تستريساوش لان ما كاين ما خطر من لو ستريس، خطير. البنات انا راه واقفه غير بالمكملات الغذائيه باش كنقدر هكا نوقف وندي ونجيب معكم في الهضره. ها انتم هاد الشبيكه عندي في الكوزينه كنحطها حدايا باش ما عمرني ما ننسى الدواء، واقفه غير بالمكملات الغذائيه باش واقفه. ها هي هاد الشيء اللي كاين ورجع في الله. ندوزو نهضروا في لا غوسيت ديال اليوم. البنات كنتشهاو بعض المرات السفال المدفونه كنبغيو نديروها اللي كندفنوها بالدجاج. ملي كنبغيو نديروها كنلقاو الدجاج اما ما عندناش ساله ما بقاش في الكونجيلاتور اولا كنبغيو نشريوه وكنعكزو باش نغسلوه وكنقولوا بناقص هاد السفه ما عندنا ما نديرو بها. هاد الطريقه اللي غنشارك معكم اليوم عمركم تعكزو على السفه المدفونه وتقدري تنوضي تصوبيها في اي وقت وما عمرها ما تخطاك. هادي بالاخص انا عارفه كلشي كيعرف يطيبها وكلشي كيعرف يديرها. هاد لا غوسيت اللي شاركت معكم اليوم اللي انا سميتها السفه مدفونه اكسبريس ديالي. فبالضبط درتها باش نشاركها مع البنيوتات اللي مقبلات على الزواج، البنيوتات اللي عاد غادي يمشيو لديورهم، البنيوتات اللي ديجا مشاو لديورهم، وايضا حتى الطلبه اللي عايشين خارج المغرب ولا ايضا حتى عايشين حتى في المغرب ولكن خارج المدينه ديالهم، ربما تفيدهم وما عمرهم ما يقدروا يعكزوا عليها. بلا ما نطول عليكم بزاف ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها هو غادي نطيبوا الدجاج ديالنا لان السفة دغيا كطيب. غادي ندير بصيله اللي شللتها رقيق، هنا تقريبا عندي واحد 3 ديال البصيلات. في الطنجره درت شويه ديال الزويته بلديه، انا فضلت نطيب في الطنجره حقاش غادي ندير كميه كبيره، الا كانت عندكم كميه غير صغيره طيبوا غير في المقله. غالبا فاش كنكون غير انا والبنات كنطيبها غير في مقيله دغيا. هي الزيت قليله غنزيد شويه ديال الزيت. غادي نغطي على الطنجره ونخلي هاد البصيله حتى تدبال.
دابا من بعد ما دبلات لينا البصيله غادي نزيد الدجاج. هنا عندي كيلو ديال الصدر ديال الدجاج اللي فضلت انني نقطعوه على شكل شاورما هكا رقيق. الا بغيتوا تقطعوه نتوما بغوشات قطعوه، ولكم الاختيار. طبيعة الحال راه مغسول ومرقد في الحامض والملح والسكنجبير ومستقطر مزيان. دابا غادي نزيد العطريه الملحه، غادي نحاول ما نكثرش الملحه بزاف حيت الدجاج غسلته بالملحه. سكنجبير خرقوم بلدي، شويه البزار، معلقه راس الحانوت، غادي ندير واحد العويد ديال القرفه، سمينه، غتكونوا فهمتوني دابا علاش ما درتش المقله، درت الطنجره. هي دابا غير الطنجره وتبارك الله عمرات. فاش كنكون دايره غير نص كيلو ديال الدجاج كنخدم غير نقيله دغيا كنشحر هذاك الدجاج. غادي نزيد شويه ديال الزعفران شعره اللي رقدته في الماء، وغادي ندير شويه ديال المعدنوس. صافي دابا غادي نخلي الدجاج ديالنا يتشحر مزيان وفي نفس الوقت كيطيب وكيتشرب لينا ديك العطريه اللي حنا درنا ليه، وندوزو باش نطيبو السفه ديالنا. بسم الله. هنا عندي كيلو ديال السفه، عندي نص كيلو في نص كيلو، كل باكيه فيها نص كيلو. اول حاجه غادي نديرها البنات هو غادي ندهن السفه ديالي، غادي نلبسها بالزيت. بطبيعه الحال كنظن بلي كلشي كيدير هذه المرحله، هادشي تعلمته من عند الوالده الله يحفظها ليا يا ربي ويحفظ لكم مواتكم. غادي نحاول نلبس فنلبس لها نلبسها بهذيك الزويته. بالنسبه للطياب ديال السفه البنات انا غادي نطيبها على الطريقه التقليديه اللي حلينا عليها عينينا، ما غادي نكب عليها ما طايب، ما غتكب عليا الما طايب. ها نتوما غادي تشوفوا معايا جميع المراحل، وكطيب دغيا كنطيبوها في جوج فورات والثالثه كنسكيو. بسم الله. البنات بغيت نوريكم واحد لاستوس زوينه كانت وراتها ليا ماما، وهذه سنين وانا كنديرها معتمده عندي. غادي تاخذوا واحد طخشون يكون نقي، نقي مزيان وما تكونش فيه الريحه ديال المسحوق باش كتصبنوا، وكنديروها على السفه بهذه الطريقه. هذه السفه كطيب لكم دغيا، وفي نفس الوقت داك البخار اللي كيطلع ما كيتبخرش، كيبقى مجموع لداخل وكيطيب لينا السفه دغيا. كندير هكا وكندير الغطا. وطبيعه الحال ما غاديش نساو الدجاج ديالنا اللي ديالو كيطيب على عافيه مهيله باش ديك البصيله ديالنا تعسل.
مره كندوز نحركو. هنايا البنات رديت شويه ديال اللوز يتقلى باش غادي نزوق ليه الصفه. عرفتي وعلاش كنديروا الزيف؟ غنعاود نقولها لكم للمره الثانيه، هو ان داك العرق ديال داك البخار كيولي عرق وداك العرق كينزل على الصفه وكيهبطها لينا، يعني دغيا كطيب. هنا دابا البنات في التفويره اللي غادي ندير الثانيه ضروري ما كنعطيها الماء، يعني غير رشوا الماء وما تخافوش. دابا غادي نردو الفوره الثانيه وحتى هي غادي نغطيوها بزوين. هانتوما البنات كنبقى نقلي في ديك البصيله، يعني ديك الدغيميره حتى كتعسل مزيان. الدغميره كتعسل وكتغمر مزيان وكتعزل لنا الزويته ديالها. هانتوما شوفوا، عتي راه ما نقول لكمش تاكلوها غير بحال هكا، غير هي والخبز، ما ديروها كاع في السفه. هنا عندي اللوز اللي قليت، غادي نزيد عليه واحد الساشي ديال الزهر، شويه ديال القرفه، وهنا عندي شويه ديال المسكه حره اللي دقيتها مع شويه سنيده. غادي ندير واحد جوج معالق سنيده، نسيت ما درتهمش. البنات هنا كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما حليتها درت ليها شويه ديال الملحه، ضروري نديروا لها الملحه في التفويره الثالثه باش ما تجيناش السفه ديالنا تجينا باسله، باش تجي بنينه. هنا فاش كنشوفوا شي كويرات بحال هادو شوف شنو تندير لهم، تناخذ هكا غير شي شويه ديال الماء هازوما صافي وكيتحلوا. هادشي اللي تنقول ماشي على ود الناس اللي كيعرفوا يطيبوا، كنقول هادشي مبتدئات اللي مقبلات على الزواج او اللي عاد ان شاء الله غادي
يمشيو لديورهم في هذا الصيف هذا باذن الله. كنحاولوا نعطيو هاد لي زاستيس وصافي. اما اللي كيعرف يطيب ما شاء الله عليه راه غادي يكون حسن مني. انا راه غير جو بارطاج معاكم هادشي اللي كنعرف ندير واللي تعلمت من عند ماما. وبطبيعه الحال ما نساوش الوليدات اللي كيقراو برا حتى هما الله ينجحهم. البنات من بعد ما درت لها الملحه غادي ندير لها شويه ديال الزبده. بطبيعه الحال الزبده حيوانيه يعني الزبده ديال العبار. ما حتى السفه عندي باقا سخونه باش تذوب معاها. البنات هنا عندي شويه ديال الزبيب اللي رقدتو في الماء غسلته بطبيعه الحال ورقدتو في شي شويه ديال الماء. غادي نديرو هو الاول في الكسكاس وعاد ندير السفه. بسم الله. شتيوا البنات تبارك الله وصلى على النبي كي جات محلوله ما معجنه ما والو. عرفتي مع سخونه ما قدرتش ندير يديا فيها. نحلها شي شويه وغادي نحليها واحد شويه بسكر كلاصي. وبغيت ندير يديا فيها ولكن راه سخونه بزاف. الله يسمح لينا من الوالدين اللي صفة سخونة ويخشيو فيها يديهم وكسكسو سخون يخشيو فيه يديهم. كنشوف غير من ماما. دابا غادي ندوزو للتقديم. شوفوا تبارك الله كي كتجي ثلاثة ديال الفورات البنات ما كتجي ما معجنة ما والو وحالة راسها حبة على حبة. انا كندوي بالنسبة للبنات المبتدئات الا مشيتو بهاد الطريقة اللي وريتكم راه غتنجح لكم 100%. شوفوا معايا البنات الدجاج كيفاش كيجي. شوفوا كيفاش كيجي معلك وطالق الزويته ديالو. كتجي الدغميره معلكه معلكه وكيجي بنين وكيجي ساهل بهذه الطريقه. وهذه الطريقه هذه البنات ممكن تعمروا بهم لي سيغار وتعمروا بهم بريوات. وتفكروني ما قال لا طيب الدجاج لا قست فرتت فرتو ويفرتتني ونجلسو نعلكو ونشحرو في ديك المريقه. ها هي الدجاج كيطيب نيشان في مريقته كيجي رائع جدا. جربوا البنات هاد الطريقه هادي وتفكروني. ويلا عجباتكم انا طالبه منكم حاجه وحده رحموا لي غير والديا والله يخلي لي امنتي. كنحاول نغطي الدجاج من جنب باش ما يبانش حتى الا كانوا عندنا الضيف ما يعرفوناش رحنا دايرين الدجاج لداخل
خليه يبقى سوربريز مفاجاه. هنا غادي ندير كطبقه ثانيه، غادي ندير اللوز. هاد اللوز فاش كتنسموه بالقرفه وكتنسموه بالزهر والمسكه الحره كيجي لذيذ لذيذ بزاف، وكنحاولوا نحافظوا على ديك المذاقات التقليديه الاصيله اللي كبرنا بها. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الصفه المدفونه ديالي اكسبريس. نتمنى تكون عجباتكم وتجربوها ان شاء الله لوليداتكم وردوا عليا الخبر وصحه وراحه. زوينين ديالي، كنتمنى طريقتي في الصفه المدفونه تكون عجباتكم ونال طريقتكم بصحه. البنات راه كتجي لذيذه 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 لذيذه، ما نقدرش نوصف لكم اللذه ديالها شحال كتجي زوينه. انا البنات ما بغيتش ندير كاين اللي كيكب على الصفه الماء، ف البنات المبتدئات الا مشيت دخلت معكم في هذه المرحله ربما تقدر تعجل لكم، لانه الصفه هي ماركات كتختلف من ماركه لماركه. ربما نتوما كتكونوا كتستعملوا واحد الماركه معينه وتنوضوا تكبوا عليها الماء طايب وتعجل لكم وتقولوا هدى قالت لينا ديروا على الماء طايب وانا تعجنت لي الصفه. فما بغيتش ندخل في هذه المغامره، حاولت انني نبسطها لكم ونشاركها معكم بالطريقه العاديه التقليديه اللي كبرنا بها. هذا الشيء اللي كاين وهذا ما تسالوني. وبالنسبه لديك الدغميره ديال الدجاج شي غير هكاك وديروا معاه شويه الفريت، عمروا بها بسيطلات، عمروا بها دي سيغار، عطى الله ما ديروا بها وصافي. وانا في الهضره بزاف وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى تكون هذه الوصفه تكون عجبتكم ونال طريقتكم. نتلاقاو انا وياكم في الفيديو الجاي باذن الله اللي غادي يكون فيه الكاطو ان شاء الله. وما تنساوش انستغرام ديالي اللي هو صديقي هدى اوفيسيال، والسلام عليكم.